أحبتي، نعمة الهداية أعظم النعم وأجل النعم وأغلى النعم. لا قيمة للحياة بدون هداية، ولا سعادة بدون هداية، ولا أمن ولا أمان ولا طمأنينة ولا استقرار إلا بالهداية. أما ترى أننا نكرر في اليوم مرات ومرات قول الله اهدنا الصراط المستقيم؟ قال الله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. كثير ولله الحمد يسلكون طريق الهداية وطريق الالتزام والاستقامة، لكن للأسف وللأسف الشديد كثير منهم يرجعون، بل قل ينتكسون. وهذه ظاهرة بدأنا نسمعها بكثرة من هنا وهناك. نعم، الانتكاسة معروفة منذ زمن طويل، ولكننا بدأنا نسمعها كثيرا في مثل هذه الأيام. كم سمعنا مثل هذه العبارات: فلان رجع إلى ما كان عليه من المعاصي والمنكرات. سمعنا ولا زال نسمع: فلان انتكس، فلان عاد إلى ما كان عليه. كم سمعنا مثل هذا مرات ومرات. ترددت كثيرا قبل طرق هذا الموضوع، فهناك كثير سبقوني إلى ذلك وقالوا وعالجوا وبينوا، ولا زال الأمر مستمرا: انتكاسات وفتور وتهرب عن حمل الأمانات والمسؤوليات. فأردت أن أدلي بدلوي في مثل هذا الأمر الخطير، فجمعت أوراقي وكلماتي في هذه المحاضرة التي أسميتها يا رفيق الدرب. كم نفرح بأولئك الشباب الذين أعفوا لحاهم وقصروا ثيابهم والتزموا بالإسلام ظاهرا وباطنا، وعمروا المساجد والابتسامة لا تفارق محياهم. إنهم من عرفوا طريق الهدى والصلاح وذاقوا حلاوة الإيمان ولذته. إنهم الذين عرفوا راحة البال وسكون الضمير. لكن عجبا لمن ذاق لذة الإيمان بعد مرارة المعصية، وذاق طعم راحة القلب بعد القلق والاضطراب، وذاق لذة الانتصار على النفس بعد انهزامها. عجبا لهم كيف انتكسوا وعادوا إلى ما كانوا عليه، كيف بدلوا النور بالظلام. وصدق الذي سئل وقيل له: إن أقواما عرفوا الطريق إلى الله ثم رجعوا، فقال: لو وصلوا إليه ما رجعوا، لو وصلوا إليه ما رجعوا. خليلي، قطاع الفيافي إلى الحما كثير، وأما الواصلون فقليل. أحبتي، إن خسارة فرد واحد من أبناء هذه الأمة بعد أن هداه الله وأنقذه لا يمكن أن يرضى به مسلم. إن الأمة أحوج ما تكون إلى زيادة صلاح أبنائها وثباتهم. والله إنه لأمر يفطر القلب ويدمع العين. بالأمس القريب فقط سمعت أن أحد الشباب المقربين قد تغير حاله وتبدل طبعا إلى الأسوأ. التزم واستقام منذ أكثر من عام، وكان الكل يثني عليه وفرحوا بهدايته، ولكن ثم لقد عاد إلى ما كان عليه بل أسوأ، وكأنه يريد تعويض ما فاته من المعاصي. بل قال لأصحابه الجدد، أصحاب الغواية والضلال، قال لهم: إنه نادم على تركهم. يا الله، أيندم على الخير؟ أيندم على سلوك الطريق المستقيم؟ عجبا والله ثم عجبا لهؤلاء. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. أين عقلك؟ أين صدقك مع نفسك؟ يا من كنت رفيق الدرب، كيف تبدل الباقي بالفاني؟ كيف تبدل ما عند الله بالسافل والحقير؟ عجبا والله ثم عجبا، بعد الصلاة وحب المحراب والمساجد أصبحت من أهل الملاهي والملاعب. بعد النظر في الآيات البينات أصبح النظر إلى وجوه المومسات. بعد البكاء وقت السحر أصبح على الشاشات والقنوات السهر. بعد مرافقة أهل المسك والذكر أصبحت ترافق نافخ الكير.
إلى من حاد عن صفي وولى تاركا كفي. ضللت الدرب يا صاحي وخنت العهد يا إلفي، نسيت القول يا صاحي وصرت اليوم مفتونا، فسال الدمع مدغارا وبات القلب محزونا. إلى من قال لي يوما يمين الله لن أخنع، إلى من قال لي يوما يمين الله لن أخنع، سأبقى ثابتا دوما وللشيطان لن أركع. فلماذا ركع ولماذا خنع؟ إليك يا من كنت معنا في عداد الصالحين، إليك يا من كنت معنا في صفوف المصلين، إلى من كان نور الإيمان يشع من وجهه وكلمات العزة تنطلق من لسانه، إليك أهدي هذا اللقاء، إليك أهدي هذا اللقاء الذي كتبت سطوره بيدي وسقيتها بدمعي. فلقد اشتقت إليك، فلقد اشتقت إليك وإلى عودتك يا من كنت رفيق الدرب. إلى الجميع أهدي هذا اللقاء، وسيتكون اللقاء من العناصر التالية: أولا رسالة من منتكس إلى التزامه وإيمانه، ثانيا كلمات لا بد منها قبل الانطلاق، ثالثا ذكريات على الطريق، رابعا لماذا انتكست ولماذا أنت أيضا انتكستي، خامسا فاقصص القصص، ثم أخيرا محطات وتوجيهات لا بد منها. رسالة من منتكس يداعب فيها تلك الأيام ويحرك فيها تلك الأشجان التي كان عليها يوم أن كان على طريق الالتزام، يناجي تلك الطاعات وتلك القربات التي رحلت من حياته وأصبحت كالسراب، يقول في أنافه ويقول في أناته وكلماته: إيماني، التزامي، أين أنت؟ أين أنت؟ هل تسمعني؟ أناديك بأعلى صوتي، أطلب منك أن تعود وتعود بسرعة، يا من أحن لقربه مني وتأذيت كثيرا لفقده، أناديك لأخبرك عن حالي بعدك وما صارت إليه نفسي بعد رشاد، أناديك لأذكرك وأسلي نفسي بتلك الذكرى. فإن كنت تسمعني فأجب ولا تتأخر، فالهموم تعصف بي منذ بعدت عني، فلقد ضعت وحرت وأصبحت لا أدري أين الخطأ وأين الصواب، أناديك لأطيعك فترى بنفسك ماذا حدث لي، أناديك لأذكرك وأقول لك: هل تذكر ذاك التبكير إلى الصلاة والمسابقة على الصف الأول، بل ومسابقتي للمؤذن لأدخل قبله إلى المسجد؟ هل تذكر ذلك الحرص صار تخلفا وتضيعا؟ نعم، أصبحت من الذين تمر عليهم الأيام والأسابيع ولم يدركوا تكبيرة الإحرام. ولا أخفيك إن قلت لك إنه لا يمر يوم إلا وأصلي صلاة أو صلاتين في البيت لفواتهما علي جماعة في المسجد. هل تذكر محافظتي على السنن الرواتب، تلك السنن التي دائما ما كنت أردد ذلك الحديث العظيم الذي يبين فضلها وعظم ثوابها، وهو أن الله يبني لمن صلى في اليوم 12 ركعة بيتا في الجنة. صدقني إنها ذهبت وأصبحت علي أثقل من الجبال، بل حتى الخشوع في الصلاة لا أجد له طعما ولا أجد له مكانا في قلبي، وأصبح همي في الصلاة متى ينتهي الإمام منها ومتى أخرج من المسجد. حتى الذكر بعد الصلوات ذاب مع تضييع الصلوات وإهمالها. هل تذكر تلك السجدات التي كنت أختلي بها في ظلمة الليل، والتي كنت معك منتظما في أدائها وعدم تركها مهما كانت الأحوال؟ أقسم لك أنني أفتقدها منذ زمن، أفتقدها وأجد صعوبة شديدة في العود إليها، بل لا أجد في نفسي أي إقبال عليها. هل تذكر أنسي بكتاب الله في كل وقت، والذي كنت أحفظ الكثير منه خاصة بعد صلاة العصر، يوم أن كنت لا أخرج من المسجد إلا بعد القراءة والحفظ والمراجعة؟ لقد ابتعدت عنه أميالا وضاع الكثير مما كنت أحفظ منه، وأصبحت تمر الأيام والأسابيع وأنا لم أنظر في كتاب الله،
ولم أقرأ منه كلمة أو أرى فيه صفحة. هل تذكر أيها البعيد يوم أن كنت أسير وأنا مطأطئ الرأس خشية أن يقع بصري على شيء محرم؟ أتذكر ذلك؟ لقد ذهبت تلك الخشية وأصبحت أقلب بصري في المحرمات وأصر على ذلك دون أن أجد في نفسي ألما أو مجرد إحساس بالألم. هل تذكر تمعر وجهي عند رؤية المنكرات وسعي من أجل إنكارها؟ ذهب ذلك الإنكار وأصبحت لا أفرق أحيانا بين المنكر والمعروف. ولا أخفيك إن قلت لك إنني قد أجلس في المجالس التي تعج بالمنكرات. التزامي إيماني أيها الحبيب، لما تركتني؟ لما تركتني هكذا لوحدي؟ لما ابتعدت عني؟ أقسم لك أنني أشعر بخوف وقلق، ولا آمن على نفسي من الوقوع في المعصية، بل قد وقعت فيها. حتى السمع والكلام الذي كنت أنعم معك بحفظهما من الخطأ امتلأ كل منهما بالمعصية، لدرجة أنه أصبح من الطبيعي عندي أن أجلس في مكان عامر بالغيبة والنميمة. أيها الالتزام، هل بالإمكان أن تعود إلي؟ هل بالإمكان أن تساهم في دعوتي إلى الخير وعودة ما فقدت بسبب بعدك من لذة العبادة والأنس بالله؟ هل بالإمكان أن تعينني على نفسي المقصرة؟ ناشدتك الله، ناشدتك الله إلا عد، عد لنتعاون أنا وأنت على الطاعة وهجر المعصية. ارجع، ارجع إلي ليعود إلي خشوعي وأنسي وخلوتي بربي. عد ليعود لي حفظي لبصري وسمعي وجوارحي عن المحرمات. ارجع وعد، فمرارة فقدك أفسدت علي طعم الحياة. عد قبل أن يحول بيني وبينك الموت. عد فقد جربت نفسي بدونك فوجدت نفسي أسبح في مساحات الضلال. عد فصنوف الشر والفساد تبرق لي في كل مكان. أيها الحبيب الغائب، أيها الحبيب الغائب، أتعلم ماذا أخاف؟ أخاف أن تكون ضيعت الطريق إلي. حينها أعض على أصابع الندم وأقطع كل شيء في هذه الحياة. حينها أعض على أصابع الندم وأقطع كل شيء في هذه الحياة إلا بالله الذي يحيي الأرض بعد موتها ويبعث لها الحياة من جديد. أخشى أن يرفض قلبي استقبالك من جديد بسبب بعده عن الله وعن مواطن الخير. فمن يساعد مكلوما فقد عزيزا على قلبه اسمه الالتزام. من يدلني على الطريق إلى هذا الالتزام إن أبى أن يعود؟ اللهم يا من جمعت يوسف بيعقوب اجمعني وكل مسلم بالتزامه، وأصلح ما فسد من قلوبنا، وسددنا في الأقوال والأعمال. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات يا رب الأرض والعرش والسماوات. اللهم إن لنا إخوانا كانوا معنا على الدرب فاستزلهم الشيطان وأغرقهم الدنيا وأضعفتهم الفتن. اللهم فردهم إلى الحق ردا جميلا يا رب العالمين. ارجع يا رفيق الدرب، فلقد اشتقنا والله، فلقد اشتقنا والله إلى رجوعك. العنصر الثاني، كلمات لا بد منها. اسمع يا رفيق الدرب واسمعي أنت، كل صادق في استقامته لا بد أن يحدد منذ البداية، لا بد أن يحدد منذ البداية هدفه وأن يعرف طريقه. ولا بد لكل سائر على الطريق أن يعرف أمورا أربعة ذكرها أبو القاسم الراغب الأصفهاني في كتابه المسمى بالذريعة. أول هذه الأمور التي يجب على كل سائر على الطريق أن يعرفها، أولها معرفة المعبود والمشار إليه بقوله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله. نعم، لا بد أن تعرف حق المعرفة من المعبود، ما هي صفاته، ما هي أسماؤه. فإذا عرفته فاجعل الوصول إليه هو الهدف. إذا عرفته فاجعل الوصول إليه هو الهدف. من أجله تحيا ومن أجله تموت، تعطي من أجله وتمنع من أجله، تحب من والاه وتعادي من عاداه. الأمر الثاني الذي لا بد على سالك الطريق أن يعرفه معرفة الطريق المشار إليه بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالطريق أيها الغالي ليس مفروشا بالزهور، إنما هو كما أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: حفت الجنة بالمكاره
وحفت النار بالشهوات. فمن الذي قال لك أن الأبواب مفتوحة والطرق معبدة ومفروشة؟ بل هي والله فتن كقطع الليل المظلم، وابتلاءات في النفس والأهل والولد، ونقص في الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، فمن اجتاز هذه المكاره فليبشر بالوصول إلى الجنة، وليبشر بروح وريحان. ومن تعب واستكان ولم يستطع الانتصار على الشهوات والإغراءات فلا يحتج على خالق الجنة بعدم الحصول عليها. فهذه طبيعة الطريق، وسأسوق إليك في الصفحات التالية مزيدا مزيدا عن أخباري وطبيعة الطريق. الأمر الثالث الذي لابد أن يعرفه كل سالك لهذا الطريق أن لكل طريق زادا، وزاد هذا الطريق مشار إليه في قوله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم يا رفيق الدرب، لابد من زاد لقطع هذا الطريق الشاق. إن كانت دروب الدنيا تقطع بالطعام والشراب، فإن مفاوز الآخرة وطرق الجنة لا يوصل إليها إلا بزاد التقوى، تقوى الله في السر والعلن، واستشعار مراقبته المستمرة، والخوف من عذابه ووعيده. الأمر الرابع الذي لابد أن تعلمه يا رفيق الدرب أن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة طبيعة الطريق والتزود بالزاد لا يكفي، لا يكفي للوصول إلى رضا الله جل وعلا والنظر إليه سبحانه والحصول على سلعته الغالية، إذ لا بد من جد وجهاد ومجاهدة للنفس بما تكره وإلزامها بما يحب الله ورسوله. إلى هذا أشار الله بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا اتضح الطريق يا رفيق الدرب وعرفت طبيعته وعرفت لمن تسير سهل الوصول وتم الفوز بالمقصود، وأكثر الساقطين والمنتكسين جهلوا وقل علمهم بهذه الأمور الأربعة. أمر لا بد أن تعيه يا رفيق الدرب: من صحت بدايته صحت نهايته، من صحت بدايته صحت نهايته، ومن فسدت بدايته فربما هلك مع الهالكين وربما سقط وانتكس مع المنتكسين. إذن الخطوات الأولى هي التي تحدد المصير، ونعني بصحة البداية البيئة الصالحة، الهمة العالية، وكما قيل: نفس تضيء وهمة تتوقد. والنية الصالحة هي النية التي لم يستعبدها درهم ولا دينار ولا جمال أنثى، ولم تكن رقيقا لمنصب أو شهوة. وهل يتساقط الناس وينتكسون إلا من أجل هذا ومن أجل ذاك؟ يقول مطرف بن الشخير رحمه الله: صلاح العمل بصلاح القلب، وصلاح القلب بصلاح النية، ومن صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه. وإن من أكبر الأخطاء يا رفيق الدرب أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك أنت. فهمت يا رفيق الدرب؟ فهمت أنت أيضا؟ كما لا بد أن تعلم أن الهمة قرينة النية، فلا شيء بعد النية قبلها. يقول ابن القيم رحمه الله: مثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات. فلله ما أعظم الهمم وما أعظم شأنها، فهمم معلقة بالعرش، وهمم تدور حول الأنسان والحش. والنفوس إن لم تشغلها بالعظائم اشتغلت بالصغائر، وإن لم تعملها في الخير عملت في الشر. وإن النفوس تركن إلى اللذيذ والهين وتنفر من المكروه والشاق. ولكن اعلم يا رفيق الدرب أن النعيم لا يدرك بالنعيم، فمن صلى وصام ليس كمن رقد وقام. يقول المحدث إبراهيم الحربي رحمه الله: صحبت ابن حنبل 20 سنة صيفا وشتاء، حرا وبردا، ليلا ونهارا، فما لقيته في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. لم يعرف الوقوف فضلا عن التراجع إلى الخلف، إنما هو الارتقاء يوم بعد يوم. وأمر أخير لا بد أن تعلمه أنه من صدق مع الله صدق الله معه، أنه من صدق مع الله صدق الله معه. اسمع يا رفيق الدرب هذا الخبر. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حدثوني، يسأل من حوله، يقول لهم: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط وما سجد لله سجدة. فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو، فيقول: أصيرم بني عبد الأشهل.
عمرو بن ثابت بن مرس، وقصته وخبره أنه كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد بدا له فأسلم، ثم أخذ سيفه فغدا حتى دخل في عرض الناس، ودخل في وسط المعركة فقاتل حتى أسخنت كل جراح. فبينما رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به صريعا هناك، فقالوا: والله إن هذا للأصير، ما الذي جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث، يعني أمر الإسلام. فسألوه وهو في آخر رمق من الحياة: ما جاء بك يا عمرو؟ أحدب على قومك، يعني حمية على قومك؟ قال: لا، بل رغبة في الإسلام. قال: لا، بل رغبة في الإسلام، فلقد آمنت بالله وبرسوله وأسلمت لله رب العالمين، ثم أخذت سيفي وغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني، فلم يلبث أن مات بين أيديهم مرددا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فذكروا خبره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه من أهل الجنة. فذكروا خبره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه من أهل الجنة، ما سجد لله سجدة، صدق مع الله فصدق الله معه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هل رأيت الغصن يدوي مرة ورأيت الوردة البيضاء تئن؟ هكذا قلبي وقد فارقني صاحب، كنا إلى بعض نحن، كم تشاكينا هموم الدين، من يصنع الفجر إذا الليل يجن؟ كم بنينا بيت آمال إذا هبت ريح اليأس فالبيت يكن؟ كم تواصينا على الحق وكم كان في النفس يقين مطمئن؟ ذكريات كلما راجعتها اهتز في صدري الفؤاد المستكن. ذكريات، ذكريات على الطريق يا رفيق الدرب. هذا هو العنصر، هذا هو العنصر التالي. سأذكرك يا رفيق الدرب ببعض المواقف، ببعض المواقف التي وقفناها، وبعض المشاهد التي شهدناها، وبعض الأمنيات التي تمنيناها. ثم اسأل نفسك: لماذا انتكست؟ ولماذا تخلف؟ هل نسيت خوفك من الذنوب الماضية؟ أنسيت حين كنت تقول لي: ترى هل يذكر الله لي؟ فما بالك عدت لها مرة ثانية؟ ما بالك عدت للذنوب والمعاصي مرة ثانية؟ هل غرك أملك وضحك عليك الشيطان؟ اعلم يا رفيق الدرب إن أمامي وأمامك عقبة كؤود لا يقطعها ولا يعبرها إلا الصادقون. لا تغرنك الأماني يا رفيق الدرب، واسمع قول القائل: يا مغرورا بالأماني، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة، بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر أم له فيما لا يحل له، وأمر بإيساع الظهر ضربا بالسياط بكلمة قتل أو بقطرة مسكرة، وقطع يد السارق بدراهم معدودة. فمن فعل هذا فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيك وبخزية من مخازيك. اسمع: دخلت امرأة من النار في هرة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وإن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جارت الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار. فالعمر بآخره، فالعمر بآخره، والعمل بخاتمته. فمن أفطر قبل غروب الشمس بطل صيامه، من أفطر قبل غروب الشمس بطل صيامه. ومن أساء في آخر عمره لقى ربه بذلك الوجه. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد. نسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. فلا تغرنك الأماني، لا تغرنك الأماني يا من كنت رفيق الدرب. اسمع يا رفيق الدرب بعضا من الذكريات والأمنيات. أما تعاهدنا؟ أما توعدنا؟ أما بلغت أمانينا أن نستظل بظل الرحمن بمحبتنا فيه؟ فلماذا أخلفت العهد ونقضت الوعد؟ هل نسيت اتصالات ما قبل الفجر توقظني لقيام الليل وتذكرني بالصيام؟ هل نسيت كيف كنا نتسابق على الصف الأول وتكبيرة الإحرام؟ لن أنسى، لن أنسى يا رفيق الدرب ذلك اليوم الذي قلت لي فيه:
أبشرك، لقد أتممت حفظ سورة البقرة وآل عمران. نسيت كيف تعانقنا وضحكنا وبكينا فرحا؟ كم مرة دخلنا المسجد يدا بيد، وكم مرة استطعنا الطريق إلى مكة في حج وعمرة، وكم تذاكرنا مواعيد الدروس والمحاضرات. فهل نسيت؟ أما كنت تبكي متأثرا بأحوال المسلمين؟ أما كنت تبكي متأثرا بأحوال المسلمين في فلسطين والعراق والشيشان؟ أما كنت تقول لي أنك لا تستطيع أن تنام ولا تستطيع أن تسمع الأخبار؟ أما كنت تردد على مسامعي هذه الأبيات وأنت تبكي؟ لماذا يذبحون ونستكين ولا أحد يرد ولا يبين؟ ألي الإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرقص ما يكون؟ تغوص خنازير الطاغوت فينا وينحرنا التسلط والجنون، ونحن نغط في نوم بليد وتضحك من بلادتنا القرون. دم الإسلام مسفوك فمن ذا يرد له الكرامة أو يصون؟ تحاصرنا المجازر كل يوم وتهدم في مرافعنا الحصون. فكم من مسجد أضحى يبابا وعاك به التهتك والمجون، وما ذنب الضحايا غير دين تهون له النفوس ولا يهون؟ أعباد العجول هناك أسطن وأسط الله يبكيها العريق. أما كنت تردد في هذه الأبيات وأنت تبكي؟ هل أذكرك بأغلى أمانينا؟ هل أذكرك بأغلى أمانينا التي لطالما ترنمنا بها في صباح ومساء؟ ألم تكن أعلى أمانينا الموت في سبيل الله والاستشهاد؟ كم كنا نسمع أنا وأنت أخبار خطاب وابن الوليد، كم تبادلنا الأحاديث عن الحور العين، وكم اشتقنا للجنان ورؤية الرحمن. فلماذا تأخر؟ لماذا تأخر وتخلفت يا رفيق الدرب؟ كم كنت تقرأ على مسامعي قول الرحمن جل في علاه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلماذا بدلت ولماذا تغيرت يا من كنت رفيقا؟ فلماذا بدلت ولماذا تغيرت يا من كنت رفيقا على الدرب؟ قد كان لي فيك آيات وموعظة تزف وبلذيض بردا على كبدي. قد كنت عند حدود الله ذا وجل، فما لك اليوم لا تلوي على أحد؟ أين التلاوة والعبرات مسبلة؟ أين الأحاديث ذات المتن والسند؟ أين العلوم التي أسدتك رونقها وذقت ما ذقته من عيشها الرغد؟ ما لي أراك حسير الطرف منهزما وكنت بالأمس ترياقا لكل فدي. ماذا أسطر والآيات بينة وأنت تعلم ما يدور في خلدي؟ لكن تناديك أشجاني ومعذرتي، إني محب رماق الحزن بالفند. أأنت من يشتري الدنيا بباقية ويصطفي السيف والبهتان بالرشد؟ قد كنت بالأمس في دروب التقى علما، فلا تكن يوم تمثالا لكل ردي. أرى العقيدة جلت عن مساومة، ما قيمتي في الملأ من غير معتقدي؟ قد كنت أبقيك للخطب الجليل فمن لغيهب الغم والبأساء والكمد؟ إن اللآلئة تبقى وهي غالية، وإنما تعصف الأمواج بالزبد. لا تكن يا رفيق الدرب كمن قال الله فيه وقص علينا خبره فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. لا تكن يا رفيق الدرب كالذي قال الله فيه وقص علينا خبره فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.
ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلفت أو تتركه يلفت. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قل لي وقولي لي في عنفنا الذي يلي هذا، لماذا انتكس؟ ولماذا أنت انتكستي؟ إليك وإليك يا من عرف الهدى والتقام ثم ترك الطريق فضل وهام، إلى من تحولت حاله وتحول حالها إلى الذي غيرت الدنيا شيئا من قلبه وغيرت الدنيا شيئا من قلبها. إلى من عرف الحق وإلى من عرفت الحق ثم سلكوا طريقا سواه. إن بين جوانب سؤالا أوجهه إليك وأوجهه إليك، ماذا دهاك وماذا دهاك؟ ولماذا انتكست ولماذا انتكست؟ ما هي الحجج وما هي الأعذار؟ في كل يوم تأتينا أخبار المتساقطين على الطريق والمتخلفين عن قافلة النجاة، الخالدين إلى الأرض والراغبين في الدعة والسكون. أمتنا تكالب عليها أعداؤها وهي في أمس الحاجة للصادقين والصادقات، فإذا بكم تخذلون أمتكم في أحلك الظروف وأشد الساعات. لماذا تشمسون بنا الأعداء؟ مرات ومرات يأتينا ونسمع من يقول انتكس رفيقي أو انتكست صاحبتي وغرقوا في بحور الدنيا الغادرة بعدما كنا نرتقي معا سلالم الوصول إلى الدار الآخرة. لا أدري ما الذي أعجبه وأعجبها ببحر خادع وموج غادر. لا زلت أذكر ذكرياتها ولا زلت أذكر ذكرياته. لقد توعدنا أننا إذا افترقنا سنلتقي وتعاهدنا على ذلك مرات ومرات، ثم ترك صاحب الطريق وترك رفيقي الطريق وسلكوا طربا آخر، فكيف سنلتقي إذا افترقنا؟ قلت أنا مرددا قول الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. يقول أنس كثيرا ما كنت أسمعه صلى الله عليه وسلم يردد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك؟ قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبون، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأكثروا من قول يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولقد قال بأبي هو أمي وصدق فيما قال صلوات ربي وسلامه عليه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قلت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. كانوا بالأمس على الشواطئ ينتشلون الغرقى، واليوم أصبحوا بين الغرقى يصارعون الأمواج. لهم نقول ما قال شاعرنا، رضيت بالدون أم أسلمت للنكد؟ أم السراب ابتلى عينيك بالرمد؟ أم هل بلغت المنى والشمس ما وقفت والعمر متصل والدرب في مددي؟ أم هزك البغي والأيام دائرة والحق يعلو على الأعداد والعدد؟ لا تحسبن الهوى ينجيك من كبد، فإنما خلق الإنسان في كبد، وجنة الخلد تنسي كل مثقبة، أنعم بذلك النعيم الماضي الأبد. هل بات يلهيك ما يلهيك من متع؟ تذكر بربك ما تلقاه بعد غد. أم هل تغشاك قطاع الطريق ضحى
وحبلهم يا أخي في الله من مسدي. أما الغرنت بكثرة الساقطين هنا فالحق لا يبتغى من كثرة العدد. أما الغرنت بكثرة الساقطين هنا فالحق لا يبتغى بكثرة العدد. سألتك سؤالا وسألتك إياه فأين الجواب؟ لماذا انتكست ولماذا انتكست وما هو عذرك؟ وبأي شيء تعتبرون يبرر البعض نكوته بسبب تصرفات فلان أو أخطاء فلانة؟ هل هذه أعذار؟ هل هذه أعذار للانتكاسات والتساقط؟ هب أن فلانا أخطأ أو فلانا أخطأت فكل واحد يتحمل خطأه، كل واحد يتحمل خطأه وذنبه. ورفقاء الدرب ليسوا ملائكة بل بشر يخطئون ويصيبون. البعض يبرر انتكاسته بقلة المعين وكثرة الهازئين. الله أكبر، أليس هذا هو الطريق؟ أليس هذا هو الطريق الذي سار عليه من قبلنا؟ قال الله ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أما ثبت نبينا صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا في مكة لا ناصر ولا معين؟ أما ثبت الصديق رضي الله عنه في الردة؟ وثبت أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن؟ وثبت غلام الأخدود من قبل وغير حال أمة من الكفر إلى الإيمان؟ أما كانوا أحدا لكنهم استمدوا العون من الرحمن؟ بعضهم يبرر انتكاسته بضغوط الوالدين والأصحاب وأهل الدار، وهل هذا عذر؟ أين صبرك؟ أين ثقتك؟ أين يقينك؟ اعلم عاك الله واعلمي حفظك الله أن المسؤولية يوم القيامة مسؤولية فردية، لا ينفع في ذلك اليوم مال ولا بنون. قال الله ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فماذا ستجيبون؟ هل استطلت الطريق يا رفيق الدرب كما قال موسى عليه السلام لقومه يوم أن تركهم للقاء ربه ثم رجع إليهم وقد انتكسوا وعبدوا العجل؟ قال الله فرجع إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ كل الأعذار والتبريرات مرفوضة وغير مقبولة، فلا تعتذر ولا تعتذري بأعذار وحجج واهية. فالطريق واضح، فالطريق واضح لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط على جوانبه خطوط وقال هذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، وهذا صراط الله مستقيما، وهذا صراط الله مستقيما، ثم قرأ قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لا تعتذر ولا تعتذري، ولكني سأذكرك وسأذكرك يا من كنتم رفقاء على الدرب، سأذكركم بموقف سيمتلئ فيه القلب إما فرحا أو ندما أو حسرات. قال الله جل في علاه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين ممن ثبتوا واستقاموا على الصراط المستقيم، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. أما المرتكبين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. فسبح فسبح باسم ربك العظيم، فكل بساط عيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطاب، ولا تركنن إلى القصور الفاخرة واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل وقولي يا ربي إن العيش عيش الآخرة.
إذا رأيت زخارف الدنيا فقل وقولي يا ربي إن العيش عيش الآخرة. أحبتي قص الله علينا في القرآن قصصا وأمرنا بأخذ العبرة منها والاعتبار، فقال الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا هو عنصرنا التالي. وسمعتم ماذا قال الله فاقصص القصص فإليكم بعضا منها، ولكن ليس من قصص الساقطين فالسقوط سهل، ليس من أخبار الساقطين فالسقوط سهل، ولكن من أخبار الثابتين. قيل لأحد الصالحين فلان انتكت، فقال لا تخبرني عن الهالك كيف هلك، ولكن قل لي عن الناجي كيف نجا. اللهم اجعلنا من الناجي. أحسن القصص أحسن الأخبار أخبار سيد المرسلين وسيد الثابتين عليه سلام ربي وصلواته. لما ظهر الإسلام في مكة وزاد أتباعه وأنزلت قريش في الأتباع أشد العذاب والاضطهاد والهوان، ولم يزدهم ذلك إلا تمسكا وثباتا على المعتقد والدين، وبعد مشاورات ومجالسات ومؤتمرات قررت قريش أن تعرض عروضا وحلولا علها تكون كفيلة بإنهاء هذه الدعوة. فأرسلت قريش عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه وقال يا ابن أخي إن لك فينا مكانة وشرفا، وإن هذا الأمر الذي جئت به قد شق على قومك، لقد سفهت الأحلام وفرقت بين الأب وابنه، سأعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل ببعضها. فقال صلى الله عليه وسلم بكل أدب ووقار قل يا أبا الوليد أسمع، اسمع العروض يا رفيق الدر، اسمع يا رعاك الله. قال عتبة إن كنت تريد مالا بما جئت جمعنا لك حتى تصبح أكثرنا مالا، إن كنت تريد شرفا سودناك وشرفناك فلا نقطع أمرا دونك، تريد ملكا ملكناك وجعلناك ملكا علينا، تريد نساء زوجناك حتى تصبح أكثرنا نساء، إن كان الذي فيك طب يعني مرض طببناك وبذلنا أموالنا في ذلك. ما رأيك في العروض يا رفيق الدرب؟ ما رأيك في العروض يا رفيق الدرب؟ أليس بسبب هذا ومن أجل هذه العروض يتساقط المتساقطون وينتكس المنتكسون؟ إن عرضا واحدا من هذه العروض يكفي لطالب الدنيا، لكن طلاب الجنان لا يتساقطون، فليس أغلى من جنة الرحمن عندهم، بل يساوموننا. إن كان عندهم أغلى من جنة الرحمن فليأتوا بعروضهم إن كانوا صادقين. فماذا فعل؟ وقال نبينا لما عرضت هذه العروض قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال اسمع مني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، إلى أن بلغ إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فانتفض الكافر في مكانه وأمسك على فم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أثر القرآن حتى على الكفار، فأين أثره على قلوبنا؟ قال ناشدتك الله والرحم، لا تكمل يا محمد، لأنه يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا قال صدق، وإذا وعد ربه وإذا أؤتمن أعطى. فرجع الكافر إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب به، رجع يقول لهم يا قوم لقد سمعت كلاما ما هو بكلام بشر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. يا قوم اسمعوا أثر الثبات، يا قوم خلوا بين محمد ودعوته، إن ظهر فعزته عزكم وإن لم يظهر أفيتموه بغيركم. قالوا سحرك محمد وصدق الله، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها.
هل سمعت وفهمت يا رفيق الدرب كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم العروض والإغراءات؟ ردها بالقرآن وبآيات الرحمن. إن رفض هذه الإغراءات دليل على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ردها بالقرآن وبآيات الرحمن. إن رفض هذه الإغراءات دليل على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. ولكن إنها لا تعمل أبصار. إنها لا تعمل أبصار. ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إن ثبات أهل الدين على الدين وعدم تقديم التنازلات لمن أقوى الأساليب وأكثرها تأثيرا على النفوس. فبثبات الأفراد يثبت أمم وأحاد. وهكذا تعلم الأتباع والأصحاب. تعلموا الثبات مهما كانت العروض والإغراءات. فثبت بلال وهو يضرب ويهان ويجره الصبيان على وجهه وظهره في رمضاء مكة وهو يردد على مسامعهم أحد أحد إنه الإيمان. ثم صلب قبيس فما وهن وما استكان وردد حذاءه الجميل ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي. وذاك في ذات الإله وإن نشاء يبارك على أوفى نشر من ممتعي. وهذا عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول. وخباب ما ينطفئ وهج الحديد المحمي الذي يضعونه عليه إلا بما يسيل من ودك رهده. وحرام ابن ملحان يطعن غدرا حتى يخرج الطفل من صدره ويردد قائلا بعزة والثبات قلت وربي كعبة. تدري يا رفيق الدرب كيف تحملوا ولماذا ثبتوا؟ لأنهم عرفوا الطريق وأن السلعة غالية فكان لابد أن يكون الثمن المدفوع غاليا. عذبوا وأوذوا وما ضعفوا وما استكانوا وما انتكسوا ولا رجعوا على أعقابهم. فماذا أصابك أنت ومن الذي آذاك؟ هل تظن أن الطريق ورود وأزهار؟ لا وربي الغفار. وأنت كما سمعت عن سمية وأم عمارة وغزية العامرية قال الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بين الحبيب طبيعة الطريق فقال لقد كان من قبلكم يحفر له حفرة يشق بالمنشار مصفقاته ما يصرفه ذلك عن دينه وإنه ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه ولحمه ما يصرفه ذلك عن دينه. والله سيتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. رواه البخاري. سمعت يا رفيق الدرب ينشر بالنشار ويوضع مشط الحديد ما بين عظمه ولحمه ما يصرفه ذلك عن دينه. أما قطع مسيلمة الكذاب حبيبا ابن أم عمارة قطعه عضوا عضوا وهو يقول له قل إني رسول الله وهو ثابت لا يتزعزع لا يهين ولا يلين. فقل لي بالله أنت من الذي آذاك ومن الذي شتمك أو سبك أو أهانك أو قطع لك عضوا؟ فلماذا انتكاست ولماذا انتكاست؟ أما تعلمون أن الأمر عبودية لله في السراء والضراء؟ قال الله ومن الناس من يعبد الله على حظ فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فماذا دهاك وماذا جرى لك حتى عدت ورجعت وانتكست؟ أغرقتك الدنيا بأموالها فاسمع من خبر دنيا. قال الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض
فأصبح هشيما تدروه في الثياب، وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما لي والدنيا، ما أنا والدنيا إلا كمثل راكب استظلت في ظل شجرة ساعة ثم تركها. قالوا: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. وفيها قال الناظم: أي في الدنيا، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. أغرتك امرأة بجمالها فاسمع رعاك الله. عن أحمد بن سعيد العابد عن أبيه قال: كان عندنا بالكوفة شاب متعبد ملازم للمسجد، كان حسن الوجه طويل الصمت، فنظرت إليه امرأة ذات حسن وجمال فشغفت به وطال ذلك عليها. فلما كان ذات يوم وقفت له على طريق وهو يريد المسجد، فقالت له: اسمع مني كلمة أكلمك بها ثم افعل ما شئت. فمضى ولم يكلمها، ثم وقفت له بعد ذلك على طريق وهو يريد منزله، فقالت له: يا فتى اسمع مني كلمات، اسمع مني كلمات أكلمك بهن. قال فأطرق مليا وقال لها: هذا موقف تهمة، وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعا. فقالت: والله ما وقفت موقفي هذا جهالة مني بأمرك، وجملة ما أكلمك به أن جوارحي مشغولة بك، فالله الله في أمري، الله الله في أمري وأمرك. قال فمضى الشاب إلى منزله فأراد أن يصلي فلم يستطع، أراد أن يصلي فلم يعقل الصلاة، فأخذ قرطاسا وكتب كتابا وخرج من منزله، فإذا بالمرأة واقفة في موضعها فألقى إليها الكتاب ورجع إلى منزله. فكان في الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلمي أيتها المرأة، إن الله تبارك وتعالى إذا عصاه العبد المسلم ستره، فإذا عاد العبد في المعصية ستره، فإذا لبس ملابسها أي أصر عليها غضب الله عز وجل لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، فمن يطيق غضبه؟ وإني أذكرك يوما تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن وتجد الأمم بصلة الجبار العظيم، فإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري، فإن كنت مريضة فإني أدلك على طبيب يداوي الكلوم الممرضة والأوجاع المومضة، ذلك رب العالمين، فاقصديه على صدق المسألة، فإني والله عنك مشغول بقوله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، فإني والله عنك مشغول بقوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأين المهرب من هذه الآية؟ إني مشغول عنك بقوله تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم جاءت بعد أيام فوقفت على طريقه، فلما رآها أراد الرجوع إلى منزله لئلا يراها، فقالت له: يا فتى لا ترجع. فلا كان الملتقى بعد هذا إلا بين يدي الله عز وجل، وبكت بكاء شديدا. ثم قالت له: أوصني بوصية أعمل بها. فقال لها الفتى: أوصيك بتقوى الله في السر والعلن، أوصيك بتقوى الله في السر والعلن، واحفظي نفسك واذكري قول الله، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال فأطرقت فبكت بكاء شديدا أشد من بكائها الأول، فلزمت بيتها وأخذت في العبادة، فلم تزل كذلك حتى ماتت. فكان الفتى يذكرها بعد ذلك ويبكي رحمة وشفقة بها. سمعت يا رفيق الدرب، سمعت لا غرتهم دنيا ولا فتنتهم امرأة بجمالها، وهي سمعت الموعظة وانتفعت بكلام ربها. إن الثبات أمام الفتن والابتلاءات والإغراءات
دليل على صدق الإيمان والإخلاص في المعتقد. وإن الأرواح إذا سمت وتعلقت بالله فالأجساد تتحمل كل أصناف العذاب، لذلك تربية الأرواح أهم من تربية الأجساد. يا خادم الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت نفسك فيما فيه خصانه، أقبل على الروح واستقبل فضائلها، فإنك بالروح لا بالجسم إنسان. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول أحد الثقات: رافقت ابن باز، رافقت ابن باز رحمه الله تعالى في سفر طويل في طريق بري، حتى بلغ التعب منا مبلغ، فتوقفنا بعد ساعات من التعب والعناء، فكان أحب شيء إلى كل واحد منا أن يفترش الأرض ويمدد الجسد لساعات، فأخذنا مضاجعنا ونمنا، ثم صحوت بعد إخفاء فإذا بالشيخ قائم يصلي، ثم نمت وأفقت فإذا هو على حاله قائم يصلي. سبق بساعات متواصلات ثم قيام طويل، وهو الذي جاوز الثمانين، فأين صلاتك وقيامك أنت وأنت الذي لازلت في العشرينات والثلاثينات؟ يقول صاحبنا: سألته يوما فقلت: يا شيخ علمني لعلي أستفيد، كيف تستطيع أن تتحمل كل هذا، ساعات عمل وعلم وتعليم وقيام؟ فكان يقول: إنه توفيق من الله. ثم بعد إلحاح وإعادة السؤال قال لي الشيخ رحمه الله: إن الروح إذا كانت تعمل فالجسد لا يتعب، إن الروح إذا كانت تعمل فالجسد لا يتعب. شيخ في الثمانينات يقول هذا الكلام، وأنت ما الذي أتعبك حتى انتكست ونكست؟ أمن طول القيام وتتابع الصيام؟ أخشى يا رفيق الدرب، أخشى يا من كنت رفيق الدرب، أنك سقطت، أنك سقطت ورسبت في الامتحان. أخشى يا من كنت رفيق الدرب، أنك سقطت ورسبت في الامتحان. فإن سنة الاختبار والامتحان سنة لله ماضية، ليميز الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها، فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها، ومن يصلح لموالاته وكرامته ومن لا يصلح، وليمحص النفوس التي لا تصلح له، ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان. إذ النفوس في الأصل جاهلة ظالمة، فقد حصل لها من الجهل والظلم ومن الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم. فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة. أعرف أني قد اخترت عبارات قاسية يا رفيق الدرب، ولكن أردت من ذلك أن تراجع الأمور والحسابات قبل الرحيل والممات. فلقد اشتقنا لك على الطريق يا من كنت على الدرب رفيقا، فهل ستفعل؟ قد تقول: لقد ذكرت لي من أخبار الماضين الذين مضوا ورحلوا، فما أخبار اللاحقين وما هي أخبار من حولنا؟ اسمعوا معي واعلموا أنه كما استطاع أولئك الشباب فنحن أيضا نستطيع، إنه كما استطاع أولئك الثبات نحن أيضا نستطيع. عندنا والله من أخبار الشباب الثقات العفيفين الذين يراقبون الله ويعلمون أنه سميع بصير وأنه هو الحق المبين. إليك هذا الخبر الذي نقله لي والله أحد الثقات الذين أعرفهم، ووالله إن هذا الخبر حق ويقين. فاسمعوا بارك الله فيكم لتعلموا أننا لازلنا بخير، وأن عندنا أثقياء أخبياء أنقياء. حدثت هذه القصة لشاب في العشرين من عمره، ومنذ وقت قصير هو مؤذن مسجد يحفظ القرآن، عرف بحسن الخلق والأدب، أعطي شيئا من الوسامة والرجولة والجمال. كانت الليلة ليلة خميس، وكان خرج صباحا لزيارة جده وجدته في قرية قريبة من مدينته، وهو من شباب جدة على الشاطئ الغربي. خرج مع مجموعة من الشباب إلى قرية يقيم فيها جده وجدته، خرجوا لتوزيع التمور
على العوائل الفقيرة وتوزيع المعونات ودعوة الناس بتوزيع الأشرطة والكتيبات هناك. لما انتهت مهمتهم رجعهم وبقي هو عند جده وجدته. فلما حان وقت النوم أراد أن ينام في المجلس، فقال له جده: اذهب ونم في الغرفة الخلفية من المنزل حتى لا يزعجك الأطفال، وسأوقظك لصلاة الفجر. ذهب صاحبنا إلى تلك الغرفة وافترش فراشه وذكر الأذكار ونام. كان عند بيت جده خادمة صغيرة في السن باهرة في الجمال. فلما جاوزت الساعة الثانية يقول الشاب: أحسست بباب الغرفة يفتح ويغلق عدة مرات فلم أهتم بذلك، كنت أظن أني في حلم ولست بيقظان. وفجأة وبدون مقدمات إذا بشخص قد نام بجانبي واحتضنني وبدأ يوجه لي القبلات. فماذا حدث؟ تخيل نفسك في هذا الموقف وهذا الامتحان، تخيل نفسك في هذا الموقف وهذا الامتحان والابتلاء العظيم. لا أحد يراك ولا أحد يسمعك إلا السميع البصير، فهل ستجعله أهون الناظرين إليك؟ اسمع رعاك الله. قام صاحبنا من فراشه ودفعها بقوة وصبعها صبعة على وجهه، ثم لبس ثوبه وذهب إلى المسجد خائفا وجلا، وجلس يبكي حتى أذن الفجر. سبحان الله، هو يبكي وكثير من الشباب يضحكون ويفرحون بمثل هذه الفرص التي عنها يبحثون. سيضحكون لكنهم ربي سيبكون كثيرا فسيندمون. فلما أصبح الصباح أخبر الشاب خاله بما حدث، وتم تسفير الخادمة في أقل من أسبوع. يقول: مر والي الخبر ونقله، ثم لاحظت المرض على صاحبي، لاحظت المرض على صاحبي بعد هذه الحادثة من شدة الموقف ومن شدة خوفه من الله. ولا زلت أسأله وألح عليه بالسؤال حتى أخبرني بالخبر وأقسم علي أن لا أخبر به أحدا. يقول: من نقل لي الخبر والله ما نقلته إلا للمصلحة، والله ما نقلته إلا للمصلحة، لله ضره. وكثر الله لنا من أمثاله الذين يقرؤون سورة يوسف ويتعلمون منها العفة والإحسان. ألا فليبشر بالخير هو ومن مثله، فإني أحسبه الله حسيبه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، أحسبه الله حسيبه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قبل الأخير، محطات وتوجيهات لا بد منها، افتح لها القلب قبل أن تفتح لها الأذنين. صدقني يا رفيق الدار، صدقني يا من كنت رفيق الدار، إنها ذنوب الخلوات هي التي أوصلتك إلى طريق الانتكاسات. كم حذرناك وكم أنذرناك وقلنا لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، فلم تعتبر ولم تصغي للكلام. أتدري ما المشكلة يا رفيق الدرب؟
المشكلة أننا نمرض وتمرض قلوبنا ونتأخر في طلب العلاج والاستطباب. سبحان ربك كيف يغلبك الهوى سبحانه إن الهوى لغلوب. سبحان ربك ما تزال وفيك عن إصلاح نفسك فترة ونكوب. المطلوب حاسب نفسك أولا بأول. ثم أمر مهم يا رفيق الدرب، لما ضعف لماذا استسلم؟ ألم تسمع النداءات وتقرأ الله قصاص؟ اجلس بنا نؤمن ساعة، تعال نؤمن ساعة، امشوا بنا نزد إيمانا، وغيرها من النداءات. فلماذا لم تلتفت لها وتصحح المسارات؟ لماذا لم تلجأ إلى الله بصدق في الدعاء ثم تلجأ إلى إخوانك بالله؟ من طرق الانتكاس يا رفيق الدرب الجدل، لأنه يفتن القلب وينبت الضغينة ويقسي القلب ويسرق الورع في المنطق والعقل. وقد قالوا إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته وانتظر انتكاسته. بالأمس كان متمسكا بالسنن والآثار، مطلقا لحيته مقصرا لثوبه، وبعد انتكاسته أطال ثوبه وحلق لحيته وأخذ يماطل ويجادل، نسي أنه كان يقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر مهم أيضا يا رفيق الدرب، اترك عيوب الآخرين وانشغل بإصلاح عيوبك. يقول السري السقطي البغدادي ما رأيت شيئا أحبط للأعمال ولا أفسد للقلوب ولا أسرع في هلاك العبد ولا أدوم للأحزان ولا أطلب للمرء ولا ألزم لمحبة الرياء والعجب والرياسة من قلة معرفة العبد لنفسه ونظره في عيوب الآخرين. ومن علامات استدراج الله للعبد يعميه عن عيوبه ويجعله ينشغل بعيوب الآخرين. فأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال ذوي العيوب. ومن الوصايا والتوجيهات ما قال علي رضي الله عنه أخوف ما أخاف عليكم إثنتان، اتباع الهوى وطول الأمل. فاتباع الهوى يصد عن الحق وطول الأمل ينسي الآخرة. نعم يا رفيق الدرب، سمي الهوى بذلك لأنه يهوي بصاحبه. قال الله والنجم إذا هوى، أي سقط وجنح للغروب. فالذي يتمكن منه الهوى ويخالف دلالة القرآن والحديث ووصايا الفقهاء لن تراه إلا في تعثر ووقوع يكبه على وجهه، لا يعرف اتزانا ولا صعودا. قال الله أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أما سبب الهوى فوسخ يكون في القلب من طمع وحسد وانتصار للنفس يحجب الرؤية أو يشوشها كالذي ينظر من وراء زجاجة سوداء. فاتباع الهوى خطوة من خطوات التراجع والانتكاس. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما أسروه وسجنوه المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه فجعل الهوى أسرا. العجيب يا رفيق الدرب أنك ترى الناس يقعون فيه مرة بعد مرة، فكيف يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ ولا يزال من كان رفيقا على الدرب يرد الحق والدليل ويستسلم لهواه حتى يهلك مع الهالكين. ثلاث مهلكات لا محالة: هوى نفس يقود إلى البطالة، وشح لا يزال يطاع دأبا، وعجب ظاهر في كل حالة. ومن التوجيهات بل من أهمها أخلص تثبت، فإنه إنما يتعثر المراءون والذين لا يخلصون. لابد أن نجعل الله غايتنا، فكم من الأعمال نراها ولا نعرف أصحابها. فما ضر العاملون أن يحشروا مع قسى نهرا الذين لا يعرفهم الناس لكن يعرفهم رب الناس. اقرأ رعاك الله في أخبار العاملين والمخلصين حتى يعرف كل منا قدره. اقرأ في أخبار العاملين والمخلصين حتى يعرف كل منا قدره. يقول الزاهد عبد العزيز بن أبي رباط رحمه الله: وأعترف بأننا إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا. يقول: وأعترف بأننا إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا. يا الله، يتكلم في القرن الثالث، يتكلم في القرن الثالث، فأي فضيحة لمن في القرن الخامس عشر، أي في قرننا هذا، قرن الانتكاسات والنكوف على الأعقاب والانشغال بالفتن والإغراءات. ومن التوجيهات أيضا يا رفيق الدرب: كلنا ذو خطأ، كلنا ذو خطأ. أجل
كلنا ذو خطأ، لكن بعد الخطأ أين الندم؟ أين الاعتراف بالذنب؟ أين العزم والنية؟ أين الدمعة الحارة؟ فعلاج الذنوب ودواؤها وابلا طيبا من العيون على أرض الأخطاء بين يدي رب غفور يحب أن يتملق له عبده بالدمع والدعاء والثناء. وما أجمل هذا إذا كان في ثلث الليل الآخر وبالعشي والإبكار، وما أحلى دموع وبكاء واستغفار الأسحار. يقول ابن القيم مخاطبا نفسه: لله ملك السماوات والأرض، واستغرب منك حبة فبخلت بها، وخلق سبعة أبصر وأحب منك دمعة فقحطت بها عينك. ومن التحذيرات على هذا الطريق: إياك والعجب يا رفيق الدرب، فمن أعظم المصائب أن ننسى ذنوبنا ونعجب بأنفسنا، والمعجب بنفسه وعمله مفضوح ولا شك، مفضوح بفضيحة الزلل والسقوط أرضا أي للانتكاس، إذ ما زال القدماء يقولون عن فلان: إن العجب أخذ برجله فزل، كمن يهمل النظر في السوق إلى موضع قدمه فينزلق بقشر أو يتعثر بحجر، فما تنفعه النصائح بعد ارتجاج مخه. يقول الشافعي رحمه الله: من سام بنفسه فوق ما يساوي رده الله تعالى إلى قيمته. ويعرف بشر العجب فيقول: أن تستكثر عملك وتستقل عمل الآخرين، أن ترى عملك كثيرا وترى عمل الآخرين قليلا. يقول الفضيل: إذا ظفر إبليس من ابن آدم بإحدى هذه الخصال الثلاث قال: لا أطلب غيرها، إعجابه بنفسه واستكثار عمله ونسيان ذنوبه. فإياك إياك أن يضحك عليك الشيطان. ومن الوصايا والتوجيهات يا رفيق الدرب: اعلم أن من أعظم أسلحة الطريق الصبر، فهو الجواد الذي لا يكبو، والصارم الذي لا ينبو، والجند الذي لا يهدم، والحصن الذي لا يهدم. فإذا قرنت مع الصبر المحافظة والمداومة على الصلاة تبت بإذن الله. قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله الله صلاتك صلاتك، الله الله صلاتك صلاتك، هي صلتك بربك وأعظم أسباب ثباتك، فاصبر نفسك عليها وأمر بها أهلك وإخوانك. وكما قيل: إن ظل دربك لحظة في سراديب الألم، أو جاءك الخبر اليقين بأنه زائرك الألم، أو تهت في صحراء سويعة ورجعت تبكي من ندم، وعجزت عن تفكير ما يأتيك من فيه الوهم، أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم. وأخيرا إياك ثم إياك أن تمن على الله، إياك ثم إياك أن تمن على الله، فإن الهداية والثبات نعمة وفضل من الله. يقول الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال الله: ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فانهج بحمده وشكره، وأظهر ضعفك وفضلك بين يديه. وإياك والتمادي والاغتراب، ولا تقل أنا أحسن الظن، ولا تقل أنا أحسن الظن، لأن حسن الظن إنما ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن بعدها، فهذا هو حسن الظن. أما غير هذا فهو التمادي والغرور. ولا يغرنك تمادي فلان أو إصرار فلان، فإن الذي تراه هو إمهال له من الله، لكن في تمام الثقة أن الله يمهل ولا يهمل. قال الله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فاجمع بين الخوف والرجاء تنجو، واعلم أنه ما سقط من سقط إلا لجهله وضعف إيمانه. الجهل يرفع بالعلم، وضعف الإيمان تقويه الطاعات وترك المنكرات. فإذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيته يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات. فالحذر الحذر، اسمعها مني وافهمها جيدا يا رفيق الدرب، إن قيمتك بالهم الذي تحمله والهدف الذي تحيا من أجله. وحين يكون الهم تافها فقيمة الإنسان معروفة لا تحتاج إلى بيان. فحاصل ضرب الصفر في صفر يساوي صفر، لكن حين يكون همك وهدفك أخرويا سماويا فإنك تكون رقما صعبا في معادلة الحياة. واعلم أنه من رضي بالدون فهو دون،
ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. أوصيك أخيرا ونفسي بتقوى الله، أوصيك أخيرا ونفسي بتقوى الله، فقد زادت الفتن يا رفيق الدرب، فقد زادت الفتن يا رفيق الدرب، ونحن والله أقرب إلى الساعة مما كان عليه المسلمون قبل 14 قرنا حين نزل قول الله اقتربت الساعة حسابه. قال الله اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فها هي العلامات تترى، تطاول شفاة العراة، ووسد الأمر إلى غير أهله، ورأينا الكاسيات العاريات، شربت الخمور، واستحلت المعازف والصينات، وانتشر الربا، وتركت الصلوات. فماذا ننتظر يا رفيق الدرب؟ فماذا ننتظر يا رفيق الدرب؟ قال الله فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهل سترجع يا من كنت رفيق الدرب وسنراك معنا على الطريق؟ عد يا رفيق الدرب، عد يا رفيق الدرب، فالعود أحمد، وسر على المنهج الحق فالدرب أسعد. واعلم أن جدوة الإيمان تمر بها العاصير، فلا تجدها إلا توهجا وتوقدا. ارجع، فلقد والله اشتقنا إليك على الطريق. اقبل النصيحة، واعلم أنه من رفض النصيحة فإنه يبقى صريع الشهوات. ألا فلنردد جميعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات يا رب الأرض والعرش والسماوات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكبر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم إن لنا إخوانا كانوا معنا على الدرب فزلهم الشيطان وغرتهم الأمان وأحاطت بهم الفتن، اللهم فردهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم قوي إيمانهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اصرف عنا وعنهم الشر والسوء والفحشاء يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا، وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، انصر من نصرهم، اخذل من خذلهم، قو عزائمهم، اربط على قلوبهم، افرغ عليهم صبرا، ثبت الاقدام، فك اثرانا واسراهم يا رب الانام. اللهم ردنا اليك ردا جميلا يا رب العالمين، احفظ نساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعلهن نقيات تقيات عفيفات طاهرات. اللهم احفظهن بالاسلام قائمات وقاعدات وراقدات. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك باسوا ما عندنا، اجعل خير عمرنا اخره وخير عملنا خواتيمه وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.